السلام عليكم. دعونا نبدأ هذا الفيديو بالصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نبدأ على بركة الله إليك بعض الاختراعات التي كانت لها تأثير كبير على حياتنا وغير طريقة عيشنا بعد أن أصبح بالإمكان الإضاءة في الليل وسهل التواصل بين الناس بغض النظر عن المسافة، وغيرت الطريقة التي نتواصل بها ونعمل ونبحث عن المعلومات، وأحدث ثورة في طريقة العمل والتعلم والترفي، وقدمت حلولا في مجالات الصحة والزراعة وغيرها. ميكانيكا زارع الطوطم. الطوطم مجموع الغرس الزارع، هو منتج عمودي مبتكر نظام البستنة الذي يسمح لك بالبناء برج النبات الخاص بك من مجموعة متنوعة من وحدات قابلة للتبديل. مجموعة متنوعة من الوحدات متاحة لتلبية احتياجاتك بما في ذلك الرأسي والأفقي الصغير خضرا مؤخرا. من زارع الطوطم يزيل الحاجة إلى التربة عن طريق استخدام الزراعة المائية والهوائية تكنولوجيا لترطيب النباتات بشكل مباشر. النتيجة ستكون بذل جهد أقل منكم، أقل قمامة، وأقل فوضى شريط النمو الفكري متضمن. مع الطوطم تستخدم المزارعة مصابيح لدى البستانية المصنوعة بواسطة سامسونج تزود النباتات بالضوء، إنهم بحاجة إلى ازدهار. تطبيق الطوطم يسمح لك بالتحكم في نباتاتك. جداول الإضاءة والري يقدم تلميحات مفيدة لتحسين نمو النبات، بالإضافة إلى ذلك عندما تريد وضع يمكنك عرض نباتاتك في الليل تبديلها إلى الوضع المحيط الذي يمنحهم حياة وقفة وممتعة للداء. وحدة إيكوفلو كليشر كمبردات تذهب نهر إيكوفلو الجليدي. نهر إيكوفلو الجليدي له استخدامات أكثر من ببساطة هذا الجهاز الذكي. يحتوي على 2 مناطق درجة الحرارة المنفصلة التي يمكن أن تكون تم ضبطها على 10 درجات مئوية و25 درجة مئوية على التوالي. يمكن أيضا إنشاء 18 مكعبا من الثلج في 12 دقائق وشحن أجهزتك بمنفذ USB-C بقوة 100 واط وسعة 13.8 لتر تتسع لما يصل إلى 60 علبة، ومن السهل نقلها حول بفضل الرافعة القابلة للفصل وعجلات، ويمكن التحكم بها عن بعد عبر شبكة WiFi أو البلوتوث مع مساعدة من برنامج ذكي 298 WTH. بطارية قابلة للشحن تعمل على تشغيل إيكوفلو نهر جليدي يسمح له بالعمل لاسلكيا لمدة تصل إلى 40 ساعة، ويتم إعادة شحنها باستخدام الطاقة الشمسية في أقل من 2.1 ساعات من أجل المزيد من الصداقة البيئية وكفاءة الطاقة لديها. فراغ ألواح عزل ووضع صديق للبيئة فقط $999 يمكنك امتلاك أعظم جهاز محمول. فريق عمل شركة إليز روبوتكس الروبوتات تصنع وتبيع الروبوتات الاستخدام في مجموعة واسعة من الشركات ومحلية ومنتجكم الأكثر شعبية. هو روبوت بشري متعدد الوظائف مع مجموعة واسعة من القدرات بما في ذلك، ولكن لا يقتصر الأمر على التحكم فيها. الأبواب المصاعد التي تقوم بتوصيل الأدوية ومهمة هي تحسين حياة الأفراد في جميع أنحاء العالم من خلال جعل حياتهم أسهل وأكثر إنتاجية بشكل خاص. أولئك الذين هم من كبار السن أو الذين لديهم صحة جيدة تأتي مشكلات ولو أيضا مع ميزة ملائمة. تطبيق جوال يتيح لك التحكم والوصول إليه من أي مكان. ريليز روبوتكس توفر لعملائك حلولا قابلة للتكيف خيارات الدفع على مدار الساعة المساعدة والبرامج المتكررة ترقيات في خدمتكم على مدار 24 ساعة في اليوم. أيه هو أكثر من مجرد روبوت، فهو رفيق جدير بالثقة وكفء. على الرغم من عدم الإعلام رسميا عن الشائعات الطرح أن تكاليف يوم في أي مكان من $50 $70 لكل من هل يوقف المنبه النوم؟ هل يوقف المنبه النوم إيقاف التنبيه أثناء النوم يحاكي الفجر تدريجيا زيادة سطوع الضوء واللون؟ درجة حرارة إيقاعك اليومي ويتم تحفيز اليقظة من خلال هذه الدراسة أظهر أن التعرض للضوء في الصيف قبل الاستيقاظ يعزز اليقظة الصباحية. والمزاج إنذار طول النوم العميق يوقف النوم صوار اهتزازي يوقظك بهدوء عندما يصل الضوء إلى ذروته الهجن. الضوضاء الصاخبة صوت لطيف من المنبه العادي واستيقظ بهدوء مسارات صوار المعصم جودة النوم ومدته والجهاز العصبي. الودي مع تطبيق إيقاف التنبيه عن النوم على هاتفك عرض إحصائيات نومك والحصول عليها اقتراحات نظافة النوم الشخصية. إيقاف التنبيه أثناء النوم هو الحل الأمثل للأشخاص الذين ينامون أثناء سماع المنبهات الغفوة أو الاستيقاظ معصوما. يساعد النوم بشكل أفضل وبدء اليوم مع منبه النشاط والإيجابية يوقف النوم $199.99 لفترة محدودة.
أنقرة سوليكس إف 3800 فهرنهايت 3800 هل تبحث عن جهاز محمول محطة طاقة يمكنها التعامل مع أي شيء الحالة التي تحتاج فيها إلى طاقة احتياطية لمركبتك الترفيهية أو الكهربائية المنزلية مرسيدس سوليكس؟ لقد غطتك 3800 بهذه القوة، يمكن للجهاز متعدد الاستخدامات. توفير ما يصل إلى 6000 واط من خرج التيار المتردد و3800 واط في الساعة من الساعة التي يمكنها تشغيل الأجهزة المنزلية الخاصة بك. اشحن سيارتك الكهربائية وقم بتخزينها الطاقة الشمسية مع أنكور سوليكهم لوحة الطاقة. يمكنك أيضا توسيعها القدرة على التوسع حتى 6 بطاريات تصل إلى 12000 واط و53.8 كيلو وات ساعة لانقطاعات الكهرباء الممتدة. يعد استخدام باونر سوليكس إف 3800 سهلا مع تصميم سهل الاستخدام وتطبيق ذكي الذي يتيح لك مراقبة وتخصيص استخدام الطاقة موثوق به وطويل الأمد. أبيكس ميكر إكس 1 شاشة LCD عالية الدقة من شركة يتأكس، يمكن لطابعة إكس 1 ثلاثية الأبعاد معالجة طبقات الرتنج باستخدام دقة أسيس ملحوظة تم تصميمها للاستخدام في الإعدادات الصناعية. يمكنك طباعة نماذج كبيرة أو نماذج أصغر عديدة أحدهما في وقت واحد، لأنه حجم بناء هائل يبلغ 353 بحلول عام 2015 198 400 مليمترا، بالإضافة إلى إمكانية الطباعة بسرعة تصل إلى 180 ملمترا في الساعة حتى لا يكون لديك الانتظار لفترة طويلة لإكمال إبداعاتك. بالإضافة إلى كونها قوية، فإن الباكس يعد ميكر إكس 1 أيضا سهل الاستخدام للغاية مع شاشة تعمل باللمس وكاميرا عالية الدقة، ويمكنك الاحتفاظ بنظام التبريد المزدوج عين على مطبوعاتك من بعيد. الإعدادات سهلة جدا تعديل أي شخص يتطلع إلى رفع مستواه. مهارات الطباعة ثلاثية الأبعاد إلى المستوى التالي، ينبغي أن تفكر في شراء صانع أبيكس إكس 1 كيكستارتر. يقبل الآن بالحجز. المسبق له مع الحجز المبكر صفقة تتطلب دفع مبلغ 3999 دولار أنكور سوليكس. شفرة إيكوفلو الروبوتية مقارنة مع جزازات العشب القياسية، تتميز شفرة إيكوفلو الروبوتية عن غيرها بهذا يمكن لتكنولوجيا الحديثة. إجراء المسح الضوئي حديقتك تحدد العوائق وتخطط لها المسار الأمثل لقص العشب شكرا إلى مجموعتها من أجهزة. الاستشعار البصرية لارواد جي بي اس مع اليردة الإضافية مجموعة الكنسات يمكنها تنظيف حديقتك عن طريق كنس الأوراق والعسل وغيرها. الحطام الذي يتوج كل ذلك خارج التدفق البيئي لا يتطلب الروبوت المصري أي نوع من الحدود أو تركيب الكابلات. يجعل تطبيق إيكوفلو من السهل إنشاء وتغيير حدود القص. من يمكنك إدارة هاتفك الذكي باستخدام التطبيق التحقق من ارتفاع انقطاع جزازة. العشب عمر البطارية وحد تتبعها. أين يوجد روبوت شفرة إيكوفلو؟ يمكنه تسلق منحدرات شديدة الانحدار تصل إلى 27 درجة عميقة. كبير وعجلات أمامية والتي يمكن أن تتحول في أي اتجاه لمدة يمكنك الحصول عليه لمدة محدودة 2649 دولارا، أو يمكنك عليه مع لون طقم الكناسات 3199 دولارا أمريكيا لجهاز إكس ميكر إكس 1 معه. برو بس اتش 2 لوكو 1 تحويل مبتكر وزن اتش 2 لوكو قاطرة تستخدم خلايا الوقود الهيدروجينية. هل بس اتش 2 لوكو هي ثمرة مبادرة إكسا الرائدة؟ دمج صديق للبيئة التكنولوجيا في عربات السكك الحديدية، وهي الأول من نوعه في العالم بقمة سرعة 90 كيلومترا في الساعة. بيز اتش 2 لوكو قادرة على سحب القطارات التي يصل وزنها إلى يمكن تشغيلها بقدرة 650 كيلو وات حتى 3200 طن. الطاقة لمدة 15 ساعة قبل الحاجة إليها. تم تزويد السيارة بالوقود، يجلس سائق السيارة في مكان هادئ مع القليل في وسط الأناقة. التصميم المعاصر ويأتي قياسي مع القيادة الذاتية وأنظمة منع الاصطدام للتحويل العمليات في الموانئ الخضراء والنقل. المتعدد الوسائط محطات لا تصدر أي انبعاثات. بيز اتش 2 لوكو هو الخيار الأفضل عندما يتعلق الأمر أخيرا سيصل إلى المتاجر في العالم. 2024 بيز اتش 2 سوف تكلف القاطرة حوالي 5 دولارات مليون. لا ينظرون إلى أبعد من بيزا اتش 2 لوكو إذا كنت تبحث عن وعي بيئي وموثوق به. تحويلة قوية، شفرة قاطرة، إيكو فلو روبوتية. من
مليون جهاز أبل فيجن برو مع أبل أبولو، فيجني برو مع فيجن برو ستحصل على أكثر من مجرد كاميرا تربط بين الرقمية والعوالم المادية، تبشر بعصر جديد من خلال الحوسبة. يمكنك استخدام عينيك ويديك والصوت للتفاعل مع تطبيقات صور وفيديوهات ترفيهية وأكثر. مع فيجن برو لديك القدرة على العمل واللعب على لوحة لا نهاية لها. استمتع بتجربة المسرح الغامر بغض النظر عن حيث يمكنك إحياء الذكريات في ثلاث الأبعاد والتعاون مع الآخرين في نفس الغرفة. تصميم ثوري مع شاشة OLED صغيرة مخصصة مزدوجة هندسة. الشريحة وتتبع العين، الصوت المكاني المحدد في فيجن برو الذي يتم تشغيله بواسطة فيجن OS، وهو أول نظام مكاني لنظام التشغيل. الأكثر انتشارا في العالم، أحدث منتجات آبل من الإلكترونيات الاستهلاكية. المنتج الذي تم بيعه على الإطلاق هو فيجن برو 2999 دولارا أمريكيا، ومتاح الآن للشراء. اكتشف أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الحوسبة مع رؤية آبل. إيرسبيدر الخام، طائرة إيرسبيدر الخام. من البداية، يمكن لمركبة السرعة الهوائية إنكلي 4 الوصول إلى الحد الأقصى سرعة 225 ميلا في الساعة في 30 ثانية فقط، مما يجعلها أسرع سيارة تعمل بالهيدروجين والكهرباء الإقلاع والهبوط العمودية للطائرات. في من المتوقع أن يقطع العالم مسافة 300 كيلومتر على شحنة واحدة. يتم التعامل معها مثل الفورمولا واحد سيارة سباق لديها ناتج طاقة يصل إلى 340 حصاما. على الرغم من وزنها الخفيف، يبلغ وزنها 950 كيلو جراما فقط. الجيل الرابع من الطائرات سبيدر هي أكثر من مجرد سيارة هي لقد. تم إنزال الستار على كيم تشينج، فصل جديد ومثير في رياضة السيارات واحد، حيث كل شيء ممكن. هذا هي قمة المنافسة على الأكثر إبداعا وتقدما يقودها مصنع السيارات الأصليون وفرق السباق في العالم. كونه جزءا من التاريخ هو فرصة سوف تقدم نفسها فيه. عام 2024 عندما تقام السباقات الخام الأولى، تم ضبطه للبدء اعتمادا على الميزات والتخصيصات المختارة. قد تكلف هذه المعجزة الطائرة أي مبلغ من 1.5 مليون دولار إلى 1.7 مليون دولار. إلى هنا يكون قد انتهى الفيديو. لا تبخلوا علينا بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.